السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم أحمد شبراوي وأنت بتشوف قناة صفا لعود العطور. ده أول مرة طبعا بتشرفني في القناة، يسعدني جدا إن أنت تنضم لينا وكمان تفعل الجرس وتعمل لايك عشان يجيلك فيديوهاتنا، طبعا فيديوهات تثقيفية بنتكلم على ثقافة العطور طبعا من شركات مختلفة وبراندات مختلفة، بنقدم كمان منتجات، بنسيب لك كمان الروابط في أسفل الفيديو لو حابب إن أنت تحصل عليها أو كمان تسجل معانا يجيلك إيرادات وخصومات من شركات مختلفة. النهارده هنتكلم على مسك خشب العود من عبد الصمد القرشي، والحقيقه ان مسك خشب العود ليه ملمس مميز، ليه نكهه مميزه بتختلف عن انواع المسك التانية. الحقيقه ان انواع مسك كتيره جدا عند عبد الصمد القرشي، ولكن طبعا من كتر الاذواق المختلفه من العطور بتكون محتارين ان احنا نستخدم ايه. وحقيقه المسك بيكون ليه انواع مختلفة، طبعا المسك المتعارف عليه ان هو المسك الابيض استخراجه من النباتات، طبعا لمن لا يعرف مستخرج من النباتات، من تحديدا من نبات اسمه نبات الليل. وكمان في مسك بيستخرج من الفئران، زي ما سمعت بالظبط كده، من فئران اسمها فئران المسك، انواع معينة من فئران وتحديدا من ديل الفار بيتم استخراج مسك، وسبحان الله هو ريحته جميلة جدا ومميزة جدا. طبعا تشمها مش هتقدر ان انت تفرقها عن اذا كان ده حيواني او اذا كان نباتي. ده بالنسبة لانواع المسك. كمان في مسك مستخرج من سرة الغزال، وده برضو شيء مهم جدا لازم ننتبه اليه، اسمه مسك حيواني. والحقيقة ان مسك الحيواني يعني في كلام واشاعات كتيرة جدا ان هو تستخدم طبعا للطهارة، وغير يستخدم لاستخدامات اخرى. الحقيقه خليني اوضح لك ان بودره مسك عرق الغزال او عرق مسك الغزال، طبعا ما تقوليش المسك الاسود خالص يعني بالنسبه للنساء، لان طبعا دي استخدامات وغش تجاري، يعني بمعنى اصح بيبيعوا لك مسك الغزال على ان هو بيبيع لك مسك اسود اسمه مسك اسود انجليزي على ان هو مسك الغزال. والحقيقة دي ليه أضرار كبيرة جدا وضحنا قبل كده في فيديوهات كتير جدا عندنا هنا في القناة، وطبعا وضحنا كمان بالصور ووضحنا كمان بالجرورة ان ده الشكل بتاعه ده الشكل بتاعه. ياريت ترجعي الفيديوهات دي لان مهمة جدا لو انت حابة ان انت تعرفي معلومات اكتر عن الموضوع ده، لان ده طبعا بيسبب مشاكل كتير جدا واضرار انت غنى عنها. وللأسف في غش تجاري جدا في السوق بيقدم للموضوع ده. الحقيقة ان بالشيء والشيء يذكر، عرق مسك الغزال من عبد الصمد القرشي يعتبر انقى وافضل انواع مسك الغزال. طبعا الجودة بتلعب دور مهم جدا في الموضوع وانصحك دايما بيه، وكمان هسيب لك الرابط اسفل الفيديو تقدر تحصل عليه مباشرة من عبد الصمد القرشي. المسك كمان نتكلم على مسك خشب العود. الحقيقة ان ده يعتبر إضافة مهمة جدا لعبد الصمد القرشي، هو النكهة العربية المميزة، إضافة المسك الأبيض مع المسك الأبيض اللي هو مستخرج من النباتات. وفي حوالي 7 أنواع من أنواع المسك بيتم المزج بينهم بشكل مناسب وشكل خطوط عطرية مميزة، نوتة عطرية بين 3 أنواع أو 4 أنواع. طبعا الخلطة بتكون خاصة بعبد الصمد القرشي، ولكن هنا الجديد اللي هو إضافة خشب العود أو إضافة نكهة خشب العود تحديدا من نكهة خشب العود إلى المسك. وكذلك أنت لما بتيجي تستخدم المسك هو مزيج بين العطر نفس العطر اللي هو خشب العود ومزيج بين المسك، يعني بيدي لك ريحة نظافة وفي نفس الوقت كأنك متعطر، أو طبعا متعطر كمان بدهن عود. طبعا نكهة خشب العود بتختلف تماما عن نكهة دهن العود. نكهة خشب العود أكنك متبخر بالظبط، يعني مثلا أنت بتحط المسك بيجمع بين ريحة النظافة وبين ريحة خشب العود، وده اللي بيميزه الحقيقة. يبقى قلنا طبعا وقلنا مكوناته، دلوقتي مكون من نوعين أو 3 أنواع على حسب الخلطة اللي بتتعمل منها، من المسك الأبيض، تمام، المسك الأبيض نباتي طبيعي آمن جدا، زائد نكهة كمان دهن العود، نكهة خشب العود. نكهة خشب العود طبعا ليها نكهة مميزة فواحة. طبعا المسك بيكسر الحدة بتاعتها، بتبقى ليها شوية حدة كده، طبعا المسك بيكسرها. الحقيقة ان المسك خشب العود من عبد الصمد القرشي مميز، طبعا شيء مختلف، طبعا بيغنيك كمان ان انت تشتري عطرين، هو انت بتشتري عطر واحد
خلاص هو قضى الغرض بالنسبة لك، ريحة نظافة وفي نفس الوقت ريحة خشب العود أكنك متبخرة بالظبط. مهم جدا إن احنا نحطه في أماكن النبض، مهم جدا إن احنا نستخدمه كمان بعد الشهر. طبعا الجسم بيفرز طبعا مسامات الجسم بتفرز طبعا انتشار واسع جدا بعد استخدام، يعني بعد الشاور مباشرة، ان مسامات الجسم بتكون متفتحة. اتمنى ان المنتج يكون عاجبك، ولو جربته كمان سيبولنا رأيكم في التعليقات. ولو حابب ان انت تحصل عليه كمان هسيب لك رابط تسجيل تقدر تحصل على الخصومات والعروضات. ملحوظة بس صغيرة، بعد التسجيل بيجي لك ايميل على طول مباشرة على الايميل بتاعك، في اللينك ده بيأكد ان انت اشتركت معانا. هل انت فعلا مشترك معانا ولا لا؟ تقدر تضغط على اللينك، بعد كده خلاص انت كده اشتركت، انت كده بتأكد اشتراكك معانا عشان تحصل على الخصومات وقت ما يكون في خصومات في عبد الصمد القرشي. وكمان في عروضات مميزة جدا لشركات انواع مختلفة، كمان بنقدم ثقافة عطرية. مهم جدا ان انت تشير الفيديو لكل من يخصه، خصوصا في موضوع مسك الطهارة، ان الموضوع مهم جدا. وللأسف في غشاشين كتير في السوق بيأدوا مشاكل كتير جدا للأعضاء التناسلية عند النساء، طبعا بيبيعوا لهم المسك، طبعا مسك انجليزي هو يعني لا يقرب لمسك الطهارة بأي شيء. مسك الانجليزي بيبيعوا لهم على انه هو مسك الطهارة، على انه هو مسك الطهارة مستخدم كمان في الأماكن الحساسة. الحقيقة ده لا، ونزلنا فيديوهات قبل كده قلنا أكذوبة مسك الطهارة. هو المسك عموما هو بيستخدم طبعا للنظافة الشخصية، وطبعا النظافة الشخصية ما بتحتاجش لطهارة للنساء خصوصا في أماكن معينة لا، ولكن هو يعتبر مسك الغزال أو بودرة مسك الغزال يعتبر كشيء واقي. والحقيقة إن مسك الغزال، عرق مسك الغزال بيدخل في خلطات كتيرة جدا في العطور، وبيدخل كمان في الزيوت العطرية، وخصوصا في دهن العود بيعمل عملية ثبات مميزة جدا لدهن العود طبعا لفترات. وبيتم ترقيده طبعا لخلطة معينة من دهن العود، بيتم ترقيده لفترات معينة، وكمان بينكه بيه. هو طبعا هو ليس مادة عطرية إطلاقا، ولا يستخرج منه مادة عطرية، ولكن بيتم تنكيه المادة دي بمسك الغزال، ظنا منهم إن ده بيثبت أكتر العطر. طبعا بعد إضافة زيوت عطرية مخصصة بالنسبة له طبعا بيثبت العطر لفترات أطول. والحقيقة إن الموضوع مختلف عليه، مفيش إصدار علمي موجود للنقطة دي تحديدا، ولكن طبعا المذكور في النقطة دي علميا إن المسك الأبيض اللي هو بيستخدم من اللي بيستخرج من النباتات، المسك الأبيض وكمان خشب الصندل هو اللي بيثبت أكتر للزيوت العطرية. وطبعا شفناها في نقطات عطرية اتكلمنا عنها في فيديوهات سابقة. يا ريت طبعا لأول مرة بتشرفني في القناة، يسعدني جدا إن أنت تنضم إلينا، وكمان تحصل على معلومات قيمة جدا على طول. شكرا، أشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.